إنني أدعو القائمين على مؤسسات الدولة المصرية إلى تطويرها وإصلاحها، ولتكن محاربة الفساد شعارها وشعارنا للمرحلة المقبلة، وأؤكد أن مواجهة الفساد ستكون مواجهة شاملة ضد الفساد بكافة أشكاله. لن أقول أنه لن يكون هناك تهاون مع الفاسدين، وإنما لن تكون هناك رحمة مع أي ممن ثاسبوا تورطهم في أي قضايا فساد أيا كان حجمها. إن مرحلتنا المقبلة تتطلب كل جهد مخلص صادق يضع الحفاظ على المال العام نصب عينيه، فلنتقي الله جميعا في مال هذا الوطن والشعب. الأخوة المواطنون يقودون الحديث عن الإصلاح والتطوير إلى الحديث أيضا عن التصويب والتصحيح.